اسلام، قبل ما اروح للزمالك هسالك ايه اللعيبه اللي ممكن تقلق النادي الاهلي في فرقه شباب بلوزداد، خاصه عنده خط هجومي رائع. واولا اليكسيس جندوز الحارس، حارس مرمى ممتاز، هو يعني الاساسي على راس مبولح. اعتقد هو الاساسي وهو اللي متالق وعمل مباراتين كويسين جدا. صحيح. يعني وحضرتك بتتكلم عليه في الانترو، هو حارس مرمى قوي وبيدي ثقه كبيره جدا لخط الدفاع بتاعه. هم هجوميا عندهم، هم بيلعبوا 4-3-3 يا كابتن، بيعتمدوا بنسبه كبيره جدا على ثلاثي هجومي قوي. اسامه درفالو المهاجم ده مسجل جولين وعامل اسيست، عبد الرحمن ميزيان الجناح الشمال لعيب كويس جدا، واسحاق بصوف الجناح اليمين. الثلاث لعيبه دول هم دول العناصر الهجوميه بتاعتهم. تحركاتهم كويسه جدا، بيفتحوا عرض الملعب، بيتحرك كويس جدا عشان يبدا يجي لهم من تحت عبد الرؤوف بن غيث. وعبد الرؤوف بن غيث هو لقى نفسه معاه جدا. وهو اعتقد معروف لكل جماهير الكره المصريه، شفناه كتير ولعب ضدنا كتير، لعيب كويس جدا. ولكن هم عندهم ثلاثه في نص الملعب، مامادو سماكي ده راجل من مالي، وحسين سلمي وعبد الرؤوف بن غيث، دول محور الفرقه. محور الفرقه ايه؟ في الطلوع بالكوره. يعني الراجل عبد الرؤوف بن غيث ده بيروح يسند كل كوره يستلمها. وهم بيدوروا عليه وعلى حسام حسين سلمي. اتمنى من كل من لعيبه الاهلي تضغط على اللعيبه دول. الراجل مامادو سماكي ده ضغط عليه في اخر مبارتين 3-4 مرات، خطفت 50% من اللي بيتضغط عليه بتقدر تقطعه منه. لكن هو دايما بيستلم بظهره وما بيبقاش عامل سكان ومش شايف اللي جاي، فهو بيستلم الكره ويلف يلاقي حد في ظهره. سريعا عندنا شويه صور ليهم، اوري حضرتك الفريق بيعمل ازاي وازاي يتم اختراقه، لان هو عنده قلب برضو الاثنين سنتر باكس مش بالقوه. واحد منهم مصاب، شعيب قداد. شعيب قداد مصاب وكان نزل بداله، اعتقد هو اللي هيلعب اشرف بودراما، بس يمكن حسين او حسين بن عياد بيقول انا هلعب في قلب الدفاع ممكن يعني. او اشرف بودراما ده اللي كان لعب مباراه ميدياما. بص يا كابتن، هنا هم بيحضروا اللعب، بيبداوا على طول على الراجل مامادو سماكي، الراجل بتاع مالي. تعالى بقى نجري الصور سريعا. الراجل ده لعيب كويس جدا، بيسند ولكن دايما بيستلم بظهره، هو مش شايف اللي جاي من ظهره. هو ما بيبقاش واخد باله. هنا اللي بقول لحضرتك عليه، على طول اسحاق بصوف بيخش القلب عشان يبدا يتحرك مع حسين سلمي وعبد الرؤوف بن غيث. ودول اتنين لعيبه مهمين جدا بيقدروا. الراجل بن غيث عارف حريق حمدي فتحي لما كان بيكمل عليه بيكمل فين؟ هو ده بيعمل زيه كده بالظبط. يمكن على الكور العاليه والكور على الارضيه، تعال نروح اللي وراها. الكوره دي خلصت، هم استلموها، دخل بصوف رقص اخذ ضربه جزاء سجلوا منها الجون الاول في ملعب ميدياما. تعال ناخد اللي وراهم كمان عشان نشوف الفريق كمان ازاي يتم اختراقه. دي مباراتهم في ملعبهم. كرة هتتلعب. بص هو الاحمر ده بلوزداد امام يانج افريكانز. قدام يانج افريكانز. بص الكابتن باس واحد، بص الاثنين سنتر باكس طلعوا وسابوا مكانهم والباك رايت وكل حاجه، باس واحد حط الراجل ده في الصوره اللي وراها انفراد وطلع يتعامل معاه جندوز. فاذا هم عندهم مشكله في قلب الدفاع وعندهم مشكله في ظهر مامادو سماكي. الراجل رقم 6 بتاعهم اللي هو اللعيب رقم 6. بص بقى الملعب بتاعهم مقسوم بجد نصين، هو بيلعب بره ارضه. هتتلعب الباس ده، هنا في ثلاث لعيبه في الدايره. بص الراجل ده بيستلم في وسط كام لعيب، الراجل ده بيستلم في وسط خطين. هيكمل هيكمل الهجمه، كمل ناخد الكادر اللي وراه هيحطها. هو بيعمل ايه وهو بيلعب بره ارضه؟ باكيتا بياخد سماكي ده يحطه خطوتين بين الاثنين قلوب الدفاع زي ما كان الاهلي بيعمل مع حمدي فتحي.